مساحات سوق خضرة ومنطقة التوزيع. كل محلات تجارية محلات مسؤولية. ثم كما قلت لابد انه يكون في ازدحام العوائل البسطات اطباق. من جميع الاحياء العوائل بتبقى على السوق وبياخذوا مستلزمات مكان الدعي. مثلا اي شيء الوان منزلية يحتاجوها بياخذوها من السوق. ما بس انه المحلات الدائرة يعني تدمر على المنازل الفنية يعني تدمر. ونحن شايفين الدمار اللي صار للسوق وخاصة اللي ما محترم شيء وخاصة محترم شيء وطلعت خمس يلعب بتطلع علينا وتشهد يا قناصات وقوازم وبيع عشرة رجع قصر بالهواي على سوق الخضرة والدمار اللي سكروا العوائل اللي كانوا ناس احياء وينهم او اي اصحاب المحلات التجارية شو صاروا؟ هيهم اقل الحياة اطباق تحت التراب احياء كلها مات والخوف. مدينة قوس باتت شبه مهجورة، مدينة قوس باتت شبه دمار، مدينة قوس التي داخل هذا الحصار لا يوجد اسواق، لا يوجد غذاء، لا يوجد طعام، طبعا هذه الانظار اننا نجمعها لكي نستخدمها للشرب ولحاجات الانسانية. طبعا الارض كل العوائل يجمعون المياه ويحاولون إجماعها يستخدمونها نظام أسري قطع أي شيء يستخدمه الحصار على الأحياء المحاصرة. رغم الدمار رغم البرد رغم ما يصير مدينة حمص لا يوجد أي شيء لكي يقطع إفسادهم المحاصر في مدينة حمص سوى الحطب. فهذه فقط مدينة حمص المدمرة مع هذا النظام الإجرائي توقف الذي لا يتوقف.